رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع ومتحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع ومتحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. إن شاء الله حنبتدي مع بعض في الوحدة الثانية استخدام الكهرباء. حنبتدي في الدرس الأول إن شاء الله ما الجهاز الكهربائي. في نهاية هذا الدرس سوف يستطيع الطالب أن يحدد الأجهزة الكهربائية، يصنف الأشياء إلى أشياء تعمل بالكهرباء وأخرى لا تعمل بالكهرباء. القيمة الشهرية، المشاركة، القيمة الأسبوعية، الإخلاص، أن يخلص الإنسان في عمله وعلمه. نبتدي مع بعض النشاط الافتتاحي، نبحث عن أشياء موجودة من حولنا تعمل بالكهرباء. عندنا أمثلة زي الغلاية الكهربائية، وعندنا المكواة، وعندنا التلفاز. طيب نبتدي مع بعض النشاط الأول، ما الأشياء التي تعمل بالكهرباء؟ أمامي صورتين، أبتدي أن أنا أصنف الأشياء التي تعمل بالكهرباء والأشياء التي لا تعمل بالكهرباء. عندي قدامي صورة المروحة اللي أمامي دي، أكيد ده شيء اللي هيعمل بالكهرباء. طيب بعد كده عندي الصورة الثانية، صورة البطارية، زي ما احنا شايفين البطارية أو المصباح اليدوي، زي ما احنا شايفين ده هنقول عليه جهاز كهربائي. طب ليه هنقول عليه جهاز كهربائي؟ لأن احنا شايفين مكان البطاريات، واحنا البطاريات دي بتعمل بالايه؟ بالكهرباء. يبقى هي بتمد الايه؟ المصباح الكهربائي او المصباح اليدوي بالكهرباء. اذا المصباح اليدوي هو جهاز كهربائي. طيب نبتدي نشوف معايا ثلاث صور. عندي صورة المكنسة، المكنسة زي ما احنا شايفينها دي مكنسة يدوية، هل ان فيها اشياء تدل على انها تعمل بالكهرباء؟ لا، اذا هي جهاز غير كهربائي. طيب بعد كده عندنا شاشة اللابتوب او الحاسوب الموجود امامي، زي ما احنا شايفين امامي مجموعة من الاسلاك الكهربائية اللي طالعة منه، معنى كده ان هو جهاز كهربائي لانه لديه سلك كهربائي. وبعد كده عندنا الموبايل، اظن طبعا كلنا عندنا الموبايلات، الموبايل لو فتحته من الخلف بلاقي من ورا فيه ايه؟ بطارية. اذا هو حامل للبطارية، والبطارية زي ما احنا عارفين بتمد الاجهزة بالكهرباء، اذا هذا جهاز كهربائي. عندنا مجموعة من الصور، عندي نوعين من الفرش زي ما احنا شايفين فرشاة الاسنان، عندي الفرشة اللي موجودة الكبيرة، الفرشة اللي موجودة الكبيرة زي ما احنا شايفينها دي لو فتحناها هنلاقي فيها ايه؟ بطاريات، معنى كده انها حاملة للبطاريات، والبطاريات بتمد الجهاز ده بالكهرباء، اذا هذا جهاز كهربائي. اما الفرشاة اللي موجودة امامنا الرفيعة، الفرشاة دي بتكون ليست جهاز كهربائي. ليه؟ لان احنا بنستخدمها بايدينا. طيب وعندي القلم، هل القلم جهاز كهربائي؟ لا. ليه؟ لان ليس لديه سلك وليس حامل للبطارية. اذا احنا صنفنا الاشياء اللي موجودة قدامنا الى جهاز غير كهربائي، الاجهزة المش كهربائية التي لا تعمل بالكهرباء، مثل المروحة اليدوية، وعندي المكنسة اليدوية، وعندي الفرشاة، وعندي القلم. طيب عندي الجهاز الكهربائي، ليه قلنا الاجهزة دي كهربائية؟ يا اما عندها سلك كهربائي او حاملة للبطارية. اذا الجهاز الكهربائي اللي عنده سلك كهربائي، زي قلنا الايه؟ شاشة الايه؟ الحاسوب لديها سلك كهربائي، وعندنا الاشياء الحاملة للبطارية زي المصباح اليدوي، عندي الهاتف النقال او الموبايل، وعندي الفرشاة الايه؟ الكهربائية. اذا تعمل بعض الاشياء بالكهرباء. طيب والشيء الذي يعمل بالكهرباء نطلق عليه جهاز كهربائي. بعض الاشياء لا تعمل بالكهرباء. طيب ازاي اعرف ان ده جهاز يعمل بالكهرباء؟ لازم اشوف حاجتين، اشوف يا اما يكون الجهاز ده عنده سلك كهربائي او انه يكون حامل للبطارية.
تمام، يا اما يكون عنده السلك يا اما يكون حامل للبطارية، عشان كده انا بقول عليه جهاز كهربائي. طيب النشاط رقم 2، كيف اصنف الاشياء. احنا دلوقتي هنعمل مخطط للاشياء التي تعمل بالكهرباء والاشياء التي لا تعمل بالكهرباء. طيب بعض الاشياء تعمل بالكهرباء وبعضها لا تعمل بالكهرباء. عندي الامثله زي الاربع صور اللي موجودين امامي. دلوقتي احنا هنبتدي نصنف. ها عندي الكره، هل انها جهاز كهربائي؟ لا طبعا. ليه قلنا لا؟ لانها ليس لديها سلك كهربائي ولا هي حامل للبطاريه. طيب هل دورق الماء جهاز كهربائي؟ لا برضو. ليه قلنا كده؟ لان ليس لديه سلك كهربائي وليس لدي ولا هي حامل للبطارية. ها عندي المكنسة، احنا هنشوف المكنسة، احنا عارفين المكنسة الكهربائية لديها سلك كهربائي. اما المايكرويف، ها المايكرويف احنا بيبقى عندنا في البيت، احنا بنشغله ازاي؟ عن طريق الايه؟ الكهرباء. طيب احنا عرفنا منين ان هو جهاز كهربائي لديه سلك كهربائي؟ يبقى تعلمنا ان بعض الاشياء بتعمل بالكهرباء وبعض الاشياء الاخرى لا تعمل بالكهرباء، ونسمي الاشياء التي تعمل بالكهرباء اجهزة كهربائية. التقويم الختامي، انظر الى صورة التلفاز، اي مما يأتي يشير الى ان التلفاز يعمل بالكهرباء. ها هل الكهرباء، هل التلفاز ده يعمل بالبطاريات ولا يعمل بالسلك الكهربائي؟ اكيد يعمل بالسلك الكهربائي. ارسم دائرة حول الاجهزة التي تعمل بالكهرباء. ها مين الاشياء التي تعمل بالكهرباء؟ لدينا شاشة التلفاز، لدينا الحاسوب، لدينا المكنسة الكهربائية. هل المروحة اليدوية دي تعمل بالكهرباء؟ لا. هل الفرشاة هنا تعمل بالكهرباء؟ لا. هل القلم يعمل بالكهرباء؟ لا. هل المكنسة تعمل بالكهرباء؟ لا. وقلنا الحاجات دي كلها لا تعمل بالكهرباء. ليه؟ لأن ليس لديها سلك كهربائي ولا هي حامل للبطارية. طيب عندي المروحة، ها المروحة هنا، المروحة اللي في الأسفل، دي تعمل بالكهرباء لأن لديها سلك كهربائي. طيب أبرر لماذا تعد الأشياء الآتية أجهزة كهربائية. عندي اللي هي زي المحمصة، ها المحمصة احنا عارفين انها لديها سلك كهربائي. المايكرويف احنا عارفين ان هو جهاز كهربائي لان لديه سلك كهربائي. المصباح اليدوي، ها احنا بنقول مصباح يدوي، هل ان هو لديه سلك؟ لا، احنا عارفين ان المصباح اليدوي لديه حامل للبطاريات. عندي المصباح، المصباح اللي موجود قدامنا ده لديه سلك كهربائي. طيب أسمي جهاز يعمل بالكهرباء وشيء لا يعمل بالكهرباء. قلنا التلفاز ممكن مثال على الأشياء التي تعمل بالكهرباء. طيب الأشياء التي لا تعمل بالكهرباء مثل الكرسي. عندنا نشاط منزلي، هنبحث عن ثلاث أشياء تعمل بالكهرباء وأكتب أسمائها وألصق صورها أو أرسمها، وده هيكون في دفتر العلوم بإذن الله.